المرفاران بن قريع المري الذي حقق هذا الناموس الغالي وأهداه لعشاق الأدعم في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وحياكم الله في قطر. شوطنا الثالث انطلق على بركة الله، ويسرني أن أحيل المايكروفون لأخي شجاع العتيبي. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم وفي هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، وفي هذا المساء مساء سن الثنايا لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. انطلق على بركة الله شوطنا الثالث للثنايا الإبكار، ومن مسافة 8 كيلومترات جائزة هذا الشوط سيارة نقدية للمركز الأول. أتقدم مباشرة مع البداية، ومع المركز الأول هنا رمية بشعار هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، من يتواصل مع رمية على المركز الأول. المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من قبل شعار هجن العاصفة مع فعايل وغياث الهلالي، من يراقب هذا الشعار وهجن العاصفة في المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات صيت الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يتواصل مع صيت على المركز الثالث. المركز الرابع هنا مدلولة بشعار هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، من يتواصل مع مدلولة على المركز الرابع، ولكن اختطف المركز الرابع من قبل هذا الشعار ومن قبل هنا في هذه اللحظات الدوحة هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. الذهبي يقدم لنا الدوحة مع المركز الرابع. المركز الخامس قصورة بشعار هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتواصل مع قصورة على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء، للخمسة الشعارات العملاقة والكبيرة الحاضرة في أرضية هذا الميدان، الحاضرة في ميدان الجميع. مرحبا بجميع المشاركين، مرحبا بجميع الضيوف هنا على أرضية هذا الميدان، هنا في ميدان الجميع وفي دوحة الخير. العودة مباشرة إلى رمية، رمية مع المركز الأول وهجن الشحانية والشعار الأدعم، الشعار العنابي العملاق هنا ينطلق مع تقدم رمية، وهنا الوصول من المشاغب محمد بن خالد العطية، من يراقب رمية على المركز الأول. المركز الثاني فعايل هجن العاصفة مع غياث الهلالي، يراقب فعايل مع المركز الثاني. شعار صاحبة الشوط الرئيسي في هذا المساء يبحث عن النقطة الثانية لهذا الشعار، العاصفة وهجنها، الشحانية وهجنها مع المركز الأول والثالث. الدوحة هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، يقدم لنا الدوحة مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا الوصول من قصورة هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، يراقب في هذه اللحظات قصورة على المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات مدلولة مع المركز الخامس،
هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا مدلولة مع خامس الأسماء وخامس التحديات، ولكن العودة العودة مباشرة، العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول. هنالك التغيير الذي طرى وجرى من قبل فعايل بشعار هجن العاصفة مع المركز الأول، وغياث الهلالي يتواصل مع فعايل، فعايل يا فعايل مع المركز الأول. المركز الثاني في هذه اللحظات الوصول من رمية هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا رمية مع المركز الثاني. ثالث الأسماء الدوحة مع المركز الثالث هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الدوحة مع المركز الثالث. رابع الأسماء ورابع التحديات هنا الوصول في هذه اللحظات من قبل قصورة هجن زعبيل مع راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم لنا قصورة مع المركز الرابع المركز الخامس. في هذه اللحظات الوصول من وعد وهجن الشحانية وفرام بن محمد بن حمد بن قريع يقدم لنا وعد مع المركز الخامس. الصامل الصامل من يتواصل مع هذا الشعار العملاق وهذا الشعار الكبير، شعار هجن الشحانية الشعار الأدعم. ولكن أعود مباشرة إلى الصدارة، أعود مباشرة إلى المركز الأول. هنالك رمية من استعادت حقوقها المنهوبة، غيرت مع أول الأسماء، انطلقت هنالك رمية هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا رمية مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات المركز الثاني هنا الوصول من شعار هجن العاصفة مع فعايل وغياث الهلالي من يتواصل مع فعايل على المركز الثاني. المركز الثالث الدوحة مع ثالث الأسماء هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الدوحة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت هنا قصورة مع المركز الرابع وهجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتواصل مع قصورة على رابع الأسماء. المركز الخامس وعد، وعد هنا تحضر في يوم الوعد بشعار هجن الشحانية بقيادة الصامل فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري يتواصل مع وعد من غيرت مع المركز الرابع الحاضرة بكل قوة بكل ما أوتيت من قوة هنا مع هذا الشعار الكبير. ولكن الدوحة غيرت مع المركز الأول هجن الشحانية وسالم بن فاران المري ينطلق. الذهبي مع الدوحة على المركز الأول، الذهبي مع هذا الشعار، مع هذا الشعار ينطلق مع المركز الأول باحثا عن الناموس في هذا المساء. المركز الثاني وصلت رمية هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا رمية مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت فعايل مع المركز الثالث وهجن العاصفة وغياث الهلالي من يتواصل مع فعايل على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصلت هنا قصورة وهجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتواصل مع قصورة على المركز الرابع. المركز الخامس وعد، تحضر هنا وعد بشعار هجن الشحانية
مع الصام الفاران بن محمد بن حمد بن قريع المري يتواصل مع وعد في هذه اللحظات. والشعار هنا شعار هجن المرقاب، حاضر 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 مع الثريا، حاضر مع الثريا مع المركز السادس. ولكن العودة، العودة إلى الدوحة، العودة إلى الدوحة مع المركز الأول. هجن الشحانية وسالم بن فاران المري ينطلق في هذه اللحظات، في هذه اللحظات ينطلق مع شعار الأدعم، الشعار العنابي يتقدم مع المركز الأول. هنا يحضر مع الدوحة، مع الدوحة، هنا في دوحة الخير، هنا في دوحة العز، هنا في دوحة المعزة. تنطلق الدوحة على أرضية هذا الميدان، تنطلق مع هذا الشعار وهذا التاريخ، التاريخ الذي يتحدث عن هذا الشعار وعن إنجازات هذا الشعار وعن الرموز وعن السيوف وعن المحافل المشرفة مع هذا الشعار، الشعار الأدعم، الشعار العنابي ينطلق مع الدوحة ورمية، الدوحة ورمية المشاغب والذهبي، المشاغب والذهبي. في هذه اللحظات حوار، حوار ما بين رمية وما بين الدوحة، ما بين الذهبي وما بين المشاغب. المركز الثالث وصلت وعد، وصلت وعد وقصورة، قصورة وهجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، بن مروشد 1500 ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن الناموس. وعد مع المركز الرابع، الثريا مع المركز الخامس بشعار هجن المرقاب. ولكن العودة، العودة إلى أبناء الدوحة، العودة إلى الدوحة، العودة إلى الدوحة. هجن الشحانية، هجن الشحانية وبن فاران هنا ينطلق مع الدوحة. الذهبي، الذهبي يتقدم مع المركز الأول. يا سلام، هجن المرقاب، هجن المرقاب مع ثريا، مع ثريا. ولكن ما شاء الله، ما شاء الله على هذا الأداء، ما شاء الله على هذا الاندفاع المميز الكبير من قبل الدوحة. هجن الشحانية الشعار الأدعم يحضر بكل قوة في هذا المساء مع الدوحة، مع الدوحة. سلام إلى هجن الشحانية، سلام، سلام يا الذهبي، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في هذا المساء. تهانينا والناموس إلى هجن الشحانية على انتزاع الدوحة لناموس هذا الشوط، والذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس المركز الثاني، رمية هجن الشحانية المركز الثالث، احتياط هجن الشحانية المركز الرابع، كانت ثريا هجن المرقاب المركز الخامس، وعد هجن الشحانية. تهانينا وألف مبروك متابعينا مشاهدينا الكرام إلى هجن الشحانية على انتزاع الدوحة لناموس بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني 12:29، 34 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لهجن، لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كانت رمية هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، 12:34 بالوفاء والتمام. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث احتياط وهجن الشحانية وسالم بن فاران المري، 12:34، 54 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين، انطلق على بركة الله وتوفيق.